وأنا شخصياً علاقتي بالفن مخصوص شوية، إن أنا بعتبر إن الفن ده زي اليوميات بالنسبة لي. ما عنديش فكرة إن أنا أعمل ستايل أو الناس تبقى تشوف شغلي من بعيد كده تقول ده شغل محمد عبد، مش بحب الحكاية دي أوي يعني. محمد عبلة فنان تشكيلي مصري، أنا من المنصورة. الحربية كانت أكثر حاجة مغرية بالنسبة لأبويا في الوقت ده. هربت ورحت فنون جميلة بدون علمه، عارف إن أنا دخلت فنون جميلة بعدها بفترة طويلة يعني. وبعدين بعد كده أول مرسم ليا كان في الحسين، فأنا عشقت القاهرة جدا. خيالي وحياتي اتأسست واتبنت من داخل القاهرة. عملت أول معرض ليا في حياتي كان في المركز الثقافي الأسباني. فوجئت بأن كل أساتذتي في الكلية والفنانين الكبار بتوع القاهرة كانوا موجودين في المعرض، فكان في إعجاب ما بالشغل. وفي أثناء الافتتاح واحد كان هو من الأرجنتين فسألني اللوحة دي بكام، أنا كنتش أعرف إن اللوحات بتتباع أصلاً. فروحت الأستاذ بيكار فقلت له بيكار يا اللوحات بتتباع؟ قال لي آه طبعاً بتتباع، ما هو أمال إحنا عايشين إزاي يعني؟ قال لي اسأل الأستاذ حامد ندى عشان هو بيبيع أكتر مني وعارف يعني. فروحت لحامد ندى قلت له أستاذ حامد في واحد بيسألني اللوحة دي بكام؟ قال لي شوف أنا المقاس ده أنا ببيعه ب 150 جنيه، فأنت أقول له 120 130 كده. قلت له ياه كتير أوي. قال لي قول له. فقلت للراجل 120 جنيه، قال لي اوكي. قلت له اوكي ايه يعني؟ قال لي اه خلاص هشتريها. وعامة المثيرات للإبداع كتير مختلفة جدا. أكتر حاجة بتشدني وبتحركني في الفن هو الإنسان عامة. طول الوقت بحاول إن أنا أتمرد على الألوان اللي بحبها وأدخل نفسي في تجارب كتيرة. الخامات لها دور إن هي بتساعد على توصيل الفكرة. فمثلا معرض المتاهة أو الزحام بتاع القاهرة ده كان أكريليك، معرض الصبار كان زيت. فاكر إن أنا أول ما جيت الفيوم كان الكلام ده من أكتر من 35 سنة، ولما جيت كنت مصر إن أنا أعيش هنا وبدأت أبني البيت اللي أنا فيه ده. كنت بدور على الهدوء طبعاً. فكرت إن أنا أشتغل في الكاريكاتير في صباح الخير يعني. حد من الفنانين الكبار يعني بتوع الكاريكاتير قال لي بص أنت رسمك حلو بس مش ما ينفعش كاريكاتير يعني. حبيت الكاريكاتير وبدأت أجمع كاريكاتير. بقى عندي مجموعة كبيرة جدا، واتكلمت مع أصدقائي رسامي الكاريكاتير وقالوا لي المجموعة اللي عندك دي هايلة تنفع متحف. فقررت إن أنا أحول بيتنا اللي هنا في الفيوم إن أنا أعمله متحف. والمتحف بتاعنا يعتبر من المتاحف المهمة لأن هو الوحيد في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفيه أكبر مجموعة مقتنيات لفن الكاريكاتير من بداياته لغاية الوقت. الفنان بطبعه يعني قلقان دائما بيبحث، فعدم الرضا عند الفنان بيخليه ناقد، عايز المجتمع يبقى أجمل والناس تبقى أحسن والحياة تبقى مريحة أكتر للبشر. المتحف بيأثر طبعاً، أهل البلد بيجوا يزوروا المتحف، علاوة على إن المتحف بقى خلاص من ضمن علامات الفيوم كلها، مش قرية تونس بس يعني. هي أعمالي اللي هيشوفها هيلاقي إن في رغبة أكيدة في التعبير عن الروح المصرية. أنا حاولت عن طريق التنقلات اللي أنا عملتها في حياتي إن أنا أعبر عن روح مصر. أتمنى إن أنا أكون قدرت أعمل حكاية دي.